السلام عليكم، اهلين فيكم في فيديو جديد. فيديو ما ندري هل كويس ولا مو كويس، راح نعرف قدام. المشكله في شركه BOE، صح؟ BOE الشركه الصينيه اللي راح تصنع شاشات للايفون الرخيص، ايفون 12. ليش ابل راحت لها؟ لان شاشات رخيصه، اولد تصنع شاشات رخيصه. ما ادري ليش الحين في النهايه، الحين لان باقي شهر ويبدا صناعه الايفون 12، خلاص ابل تبدا تصنع الايفون في جولاي علشان يبدا تعلن عنه وتبيعه في سبتمبر او اكتوبر، ما ندري للان. المشكله الحين في نهايه شهر جون، الحين ان الصناعه اللي صنعتها الحين ما وصلت لحق ارضاء ابل، فالحين ابل لازم تشوف لها شركه ثانيه. هل ترجع لحق سامسونج او تتم مع ال جي؟ لان الشاشات الرخيصه راح تصنعها ال جي وشركه بي او اي دي ثنتين. مش بس ابل اللي وقفت عنها، حتى سامسونج بدات تصنع معاها، سامسونج تصنع شاشاتها عندها، لكن تصنع مع بي او اي لان ارخص من تصنع عندها هي نفسها. فسامسونج راح تصنع اجهزه يمكن رخيصه قدام من شركه بي او اي، لكن كنسلت الحين. قالوا الاس 21 النسخ رخيصه من ايه، منهم ناويين يعني ينزلون نسخ ارخص زياده، يبون ياخذون شاشات بي او اي. بس مع في نفس خبر ابل هي طلعت من سامسونج. فالحين مشكله بسامسونج في حلين، ان الاسعار اللي طلعت لحق الايفون يمكن ترتفع بسبب ان تروح حق شركه سامسونج مره ثانيه. الاسعار طلعت لها تسريبات، ابل ما اعلنت عنها، فتقدر ترفعها عادي لان ما اعلنت هي رسمي لها. فهذا في خيار. الخيار الثاني ان تدف مع ال جي، لكن ما ادري الى الان كيف راح تسويه. لا تتوقعوا انه راح يكون الكواليتي اقل من ال جي، فرق بين سامسونج. قللنا الايفونات اللي موجوده الحين عندنا صح من صناعه سامسونج في الايفونات اللي تشتريها من ابل، لكن اذا اخترب جهازك ورحت وبدلوا لك الجهاز كامل، ترى الجهاز المبدل راح يكون من صناعه ال جي. شاشات الايفون 10، ال 10 اس، كلهم الايفونات اللي على الاولد اذا مبدل الجهاز تشوفه من شركه ال جي. ابل من زمان جالسه تشتغل مع ال جي على الاجهزه المعاد تصنيع. حتى الجهاز اللي تشتريه جديد في فئه من الاجهزه الجديده يكون معاد تصنيعها يكون ارخص، ترى من صناعه ال جي الشاشات. فابل جالسه مع ال جي من زمان، يلا تعودي، يلا صنع شاشات علشان نروح لها عشان يكون الجهاز رخيص. ما يعني ابل بس، جوجل سوت انفست، اعطت حطت ال جي دراهم كثيره عشان تسوي شاشات كواليتي. ابل بعد نفس الوقت. فانا اتكلم الجهاز اللي موجود الحين، ان الايفونات الجديده الحين عندنا اذا كان معاد تصنيعه وخربان عطتك من شركه ثانيه يكون من صناعه ال جي، لكن ما في فرق لان الارقام والخطط وكيف تصنعينه كلها من تحت اشراف ابل، اوكي؟ فهذا الخبر كله راح نشوف قدام كيف راح يسوون، كيف يبدا، لان الايفون مثل ما قلت لكم الشهر الجاي لازم يبدا تصنيعه، الايفون 12. الحين متوهقه الشركه ايش بتسوي؟ ما حد يدري. بس هذا الخبر. امسك الحين يقولون اكثر من 80% من الجوالات من الايفونات الجديده الشاشات منها. اي لان ما الحين ما بي هم الاصل كانوا ثلاث شركات، ال جي و بي او اي تصنع حق الايفونات الرخيصه اللي يمكن 12 6.1 الحجم ال 12 ماكس الكبير. اما 12 برو ماكس بس من سامسونج. فالحين ما ادري ايش بيسوي. هل ابل راح ترفع سعر الايفونات رخيصه شوي؟ ما ندري للان، نشوف قدام ايش بيسوون. او تخيلوا في النهايه ابل تكنسل اربع جوالات، تخلي بس ثلاث جوالات ترجع، يمكن كل شيء جايز. بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه، اشتراك حسابي في سناب شات، هذا هو شوفوا على وجهي، اي ونشر المقطع، عمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.